السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البلوك تشين بدأت تدخل في مجالات كتيرة من حياتنا، زي مجال الرعاية الطبية، زي مجال توثيق العقود، زي من الحاجات دي برضو مجال العقارات أصبح موجود جوه البلوك تشين، ودي من أشهر خطوات التحول الرقمي الديجيتال ترانسفورميشن. إن الدولة تعتمد على العقود الذكية وتعتمد على البلوك تشين في تسجيل اي حاجة بتحصل من بيع وشراء وايجار والحاجات دي كلها، وده هيساعد على حفظ الاوراق والوثائق الخاصة بملكية العقارات والاراضي على شبكة البلوك تشين وتسجيلها بشكل رسمي ومحدش يقدر يعدل فيها، لان بتبقى موجودة في ملايين الاجهزة، ملايين الاماكن، كانك انت طابع منها مليون نسخة، فان حد يعدل فيها هيبان ان في تعديل في الملف، وده هيريحك من مشاكل العقارات ومشاكل الإجراءات الروتينية والإجراءات الطويلة وتسجيل العقارات والحاجات دي كلها. أصبح الموضوع يتم تلقائي في ثواني، وفي أصبح دلوقتي على الموبايلات ممكن في بعض الدول بتوافق على كده، إن أنت في ثانية تعمل عقد ذكي وتنص على نقل الملكية في مقابل مبلغ معين من المال، وتتم الموضوع تشربوا القهوة من غير ما تحركوا من أماكنكم. وده هيساعد على زيادة الشفية وهيقلل المصاريف الإضافية أو هيلغيها، لأن ما فيش حاجة لوجود طرف تالت. تمام، في شركات كتيرة بدأت تعتمد على الموضوع دوت، زي شركة يوبيتكيو، الشركة ديت كواليتي دوت اي او، بتسجل العقد وخلاص بيظهر على طول في ملايين الأجهزة، ومش محتاج ان انت تسجل حاجة، ومش محتاج ان انت تدفع حاجة في المكان اللي بتسجله فيه العقود، شهر العقاري. وبرضو في موقع تاني اهوت، يعني في شركات كتيرة بدأت ان تخلي البيع والشراء والايجار وكل الحاجات دي تلقائي، بحيث ان انت مجرد تعجبك الحاجة بتعلم عليها وتدفع فلوسها وتحصل على الاستثمار.